تسابق فرق الإنقاذ الزمن لمساعدة السكان على الخروج من مبنى منهار في مدينة هوالين بتايوان بعد أن ضرب زلزال شديد الجزيرة بلغت قوته 7.2. ونقلت وكالة رويترز عن أحد مسؤولي إدارة الإطفاء في مكان الحادث قوله إن المبنى الذي ترك مائلا بعد الانهيار كان غير مستقر إلى حد كبير أثناء عملية الإنقاذ، وأشار المسؤول إلى أن الفرق بحاجة إلى ضمان سلامتها قبل سحب الأشخاص. وقالت الحكومة التايوانية إن 7 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة هوالين الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد بالقرب من مركز الزلزال، وأصيب أكثر من 700 شخص، كما تسبب في انهيار عدة مبان في المدينة الأقرب إلى مركز الزلزال. وما زالت جهود الإنقاذ في تايوان تتوالى بعد أن تعرضت الأربعاء لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عاما على الأقل، فيما تم إصدار تحذيرات بحدوث موجات تسونامي. ويبدو أن معايير البناء الصارمة والتوعية من الكوارث ساهمت في تفادي كارثة كبرى في الجزيرة التي كثيرا ما تتعرض لزلازل لوقوعها قرب تقاطع 2 من الصفائح التكتونية.